بكل الود بكل الحب نتواصل وتتواصل جولاتنا، وكان اليوم المفروض نمشي لقلعة الأندلس لكن احنا غيرنا البرنامج في اخر لحظة لانه المرشي نتاع الملاسين هذا حل وخلينا نبعث رسالة شكر لزميلتنا هند المجدي لانه المرشي هذا وإعادة التأهيل نتاعو كان فيه الفضل الربي سبحانه. وكيف كيف القناة نسمة ونذكر يا هند، تذكر يا هند وانا مازلت في الوزارة وجينا صورنا لهنا وعاودنا صورنا وعاودنا جينا لهنا دونك مرة أخرى، خاطر الناس يسألوا ساعات شنو هي الغاية من البوان مارشي، غايتنا أنه احنا نفرحوا كيف نلفتوا نظر الناس الهنات اللي كانت لهنا تتذكروا في مرشي الملاسين وصلنا صورنا طابية نتاع هندي فوق الحانوت. دونك يعطيك الصحة يا هند وكل الفريق اللي كان عمل معايا برشا مرات لهنا، وهاو الافرازه من افرازات العمل نتاعنا والاجتهادات نتاعنا، وانه مرشي ملاسين اليوم يلبس حله جديده، يلبس حله جديده كما قاعدين نشوف. واحنا في الملاسين زاد خلينا ان بونسي وتحيه لصديقنا وزميلنا واخونا هادي خضر. هادي خضر واحد من افضل الحراس اللي عرفتهم تونس، كان لهنا في الاولمبي للنقل بعيد على مرمى نظر. هادي خضر اليوم يرقد مريض، ان شاء الله ربي يفرج عليه، ان شاء الله ربي يشفيه ويرجع لهادي خضر. للناس اللي يمكن ما تعرفوش، تعرفوا كان في الكاج وتعرفوا كان في استادات، لهادي خضر صاحب نكته، لهادي خضر اللي الابتسامه عمرها ما تفارقوا. دونك ان شاء الله يا ربي يرجع لنا هادي خضر كما كان، ويرجع لنا هادي خضر صحيح ومعافى، ونرجع نشوفوا الضحكه الحلوه نتاع هادي. ان شاء الله لاباس يا هادي. نبداو توا الجوله نتاعنا، نبداو جولتنا خويا في سوقنا لهنا. يا خويا مبروك علينا السوق هكا. عايش ربي يفضلك. تعرف ما نسمع قداش من مره عاركت عليه السوق. يرحم والديهم تكلموا فيها. مريقل تويك. الحمد لله، الحمد لله، ربي يجري على الصلاح. امين يا ربي، امين امين. شيخ على السوق توا. شد في ربي يا سي محمد علي. سيوتي وش زي سيوتي شنو يا حمد؟ والله وين مشات رجالها السيوتي؟ وين رجالها؟ أنا كنا نحكيو على هادي إن شاء الله ربي يفرج عليها. رجالها مشات ما عادش تو مازال سيوتي هي ما عادش، حسرة على السيوتي. حسرة ولو أنو راهو عهديانا وذيب يا حسرة يا حسرة. كلها مشات، كلها مشات. تحب نمشيو منا ولا منا أنت والكونتر جور نتاعك؟ ناخذ شوية خضرة الساعة احنا البطاطا هيك. معلم وينك يا خويا؟ يا خويا محل مبروك إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله. هاكا بدينار و200 طماطم غاديكا ملاي خوذ. اهلا بيك، هاني جاي بحذاك، جاي بحذاك مالا شنو. كيفاش مدام؟ قاعدين نسمع حذاك، قلت مرحبا بيهم. اي وشنو باش طيب لهم انت؟ انا والله باش نعمل مقرونه زعره ومكحوريه. ومكحوريه صحة صحة عليك يا مدام. خذ ديما ديما خذ البانو، ديما خذ على الاسعار. خلينا هذوما اصحابنا راهو ملاسين، راهو بن شرف لهنا وتاريخ نتاع الدراسه وتحيه لعلي الكعبي، كنا نقعدوا فرد الطاوله. دونك اهلا بيك. صافا لاباس؟ عايشك عايشك. باقي حتى انت باش نقول لك خويا محل مبروك عاد. ارتحنا توا من البرارك ومن الدنيا خير. انا نشوفه في الاسوام كل شيء الخير موجود، الخير موجود باهي برشا. هاني جايك هاني جايك. اي ركز لي على 800، ركز لي على 800. هيا حفرة شيخ عمر بحذانا دارنا غادي. اخويا بابا غالية السلعة، والله غالية. الدجاج ما ثماش جملة، الحوانت انت مسكرة علاش؟ غالية السلعة، غالية السلعة، غالية السلعة. هاك تشوف البطاطا قالوا تحت البطاطا 1500، تو ثلاثة أيام مقرفينها. ثم حوانت يخدموا يبيعوا ب 9000 وب 8500. متى 10700 هذيك يمكن سكالوب يكون حاطها. سكالوب سكالوب حاط وغالي ياسر اخويا. غالي يا اخويا. قلت لها ما عندوش ب 600 فرنك. ربطه سلق ب 500. غالية. غالية يا اخويا السلعة غالية. بربي بلاي خلينا نشوفوا سم الدجاج. الهادي خضر لهنا بالهادي خضر. أنا كنت نحكي عليه الهادي. رحمة والديك لهنا بالهادي خضر. إن شاء الله ربي يفرج عليه، هادي خويا وصاحبي. وكلمنا الجمعية نتاعو تعاون شوي سيوتي. ان شاء الله ان شاء الله. يرحم والديك سي محمد. ان شاء الله عايشك عايشك. نهارك زين، نهارك دقله وحليب. ان شاء الله. قداش سوم الدجاج؟ كي دجاج ولا
سي الدجاج راه قال لي راه ماشي ما ناسين هنا يحبوا ياكلوا الدجاج الحي ونحن هنا الدجاج الحي عايشه منه ناس ناس اللي مش عارف ناس بطلت عايشه ما قدرتش تاع الدجاج يجوا ابي ينحونا الدجاج الحي معناها مش يسكرون هي ما قداش سومه اليوم تويك 7800 هو ماشي الدجاج 7800 وانت ماشي الدجاج هذيك خدمتنا الدجاج سي محمد علي دري غالي ها نقول لك راه ما عندناش طايقين تسعي ها نقولها لك يا محمد علي خويا هاي ما خلطناش ما خلطناش حتى على شيء اجا سامي اجا نشوفوا صديقنا هذايا هاي نشوفوا صديقنا هذا شنو هي السلعه هذي هاي بيت هذي شنو مرحبا بك هذا سبير اخويا انت مين عجيت سلعة جديده لهم صلي يعني يخلص المبروك عاد نتاع النصبه الجديده تجيب مرحبا بك اخويا اكثر نظافه والعفاف ربي يرحم ربي يخلينا دولتنا يا اخويا امين امين اما نسمة اللي ضربت معاكم برشا حتى لين تحط قد المرش ما تثبت عليها ولا ما تثبتش عليها ربي يخلينا نسمة يمشي غادي يمشي هاوك الدجاج والاسكالوب انا يعني خاطر وقت واحد ما يحبش تو جبت لنا زقوقو ولا ما جبتناش اهلا بيك تم زقوقو لا مازال ما جبناش ولا ابي مش مازال حتى شوف السوم مازال ما ركحش السوم مازال ما ركحش ان شاء الله يركح السوم سامي نكملوا هكا احنا ما يسالش اهلا بيك لاباس يعيشك عسلامة مدام اهلا بيك مرسينا جديد راه مرسينا جديد اخويا اي احنا اليوم كنا ماشيين لبلاصه وكي سمعنا المرشي حل جينا لهنا مرحبا بك ما اخويا عايشك يعيشك اهلا بيك تو الدجاج يقاقي ولا المواطن يقاقي؟ المواطن هو اللي فغم مش يقاقي واحنا في جرته مربوطين ماك تعرف حلقه تكمل اخت اخويا العزيز يعني الدجاج تو مثلا نهارين التالي ما خدمناش البارح قلت البارح يعني 5000 فرنك الحي تحكي مع الفورنيسور يقنعك تحكي مع الفلاح مسيكا زاد عنده حساباته احنا المواطن ما عادش لاقي حتى شيء صدقني اليوم رجعنا ربي يجريها على سلاح يا ربي يزيك اي يا ربي يجريها على سلاح الخوخ ولو مش وقته راهو يا سامي مش وقته خوخ برقو اي هكا هاو الدجاج هكا هاو الدنيا غالي والله سمعت ما اليوم الكلمة اللي قاعدة تتكرر هي كلمة الدنيا غالية وهذا واقع بالطبيعة وأنا حبيت مرة أخرى نشكر الناس اللي سمعونا واللي عاودوا معناتها أهلوا هالسوق هذه إن شاء الله بقية الأسواق اللي تكلمنا عليها زاد تلقى مكانتها كما سوق حي الخضرة بار اكزومبل اللي فيه بارتي أكيد ثم إرجونس دونك تحية للناس اللي خدموا على أرواحهم مرة أخرى رسالة شكر لك أنت هند المجدي وهكا باش نكون كملت الجولة متاعي في السوق البلدية في الملة سين نتقابلوا غدوة بإذن الله في موعد متجدد مع التسوق والذوق في الأثناء أنا ديما نقول إن شاء الله ربي يجريها على سلاح